نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، الحد الأدنى في المبيت في منى في ليالي التشريق كم ساعة؟ الأكثر، يعني إذا بقي في منى أكثر الليل فقد أدى الواجب، سواء من أول الليل أو من آخره. فمثلا لو بقي في منى حتى انتصف الليل فله أن يغادر، وإذا أراد أن يغادر في آخر الليل لا بد أن يغادر قبل منتصف الليل. فالحاصل أن الواجب أن يبيت في منى معظم الليل. نعم.